وليدات كورونا صحيح كورونا كتفرغ سلالة جديدة لكورونا، قالوا لها كورونا المتطورة ولا كورونا المتحورة. طبعا ظهور أول حالة في بلادنا مستمعينا الكرام تم تسجيلها في مغربي قادم من إيرلندا في طنجة. فالحالة الأولى كورونا نذكروا 2 مارس 2020 كانت ظهور أول حالة كورونا في بلادنا، وكانت واحد الإجراءات وشنو جا من بعد أنتم عارفينه. هذا الخبر هذا كان الحديث على إنجلترا. إنجلترا سدس ومجموعة من الأمور ما مشيش كما ينبغي هناك في إنجلترا على مستوى ظهور حالات كثيرة وتفشي بشكل سريع هذا فيروس المتحور لفيروس كورونا. فبلادنا دخلت أول حالة مستمعينا الكرام، ربما كان هذا هو الخبر اللي تبارتاجه في مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا الخبر طبعا اللي جاء عبارة عن بلاغ، وهذا خبر اللي جاء خلانا عاود نطرحوا السؤال ماذا تخبئ لنا الأيام القادمة بخصوص هذا الفيروس المتحور أو المتطور لفيروس كورونا. إذن هذا هو موضوعنا مستمعينا الكرام. لقيتوا الخبر وأشنو دار في راسكم فسمعتوا الخبر البارح؟ يلا غادي الناس هتشوفي قبل ما تنعس كتشوف شو انستغرام كان يلا خرج الخبر بشي 26 دقيقة يلا غادي نعزل انستغرام ها ونلقى ظهور أول حالة سلالة المهم كورونا جديدة وندير الله أكبر وننعس. أنا قلت كلمة واحدة من ماما ماما مسكينة دخلت عليا ما بغيتش نقول لها زعما دخلت شو تطلع عليا شاط في الطريق وداك الشيء بقيت كنشوفها قلت لها عندي مناش غنفاز. أنا جا شفت الخبر البارح بديت كنقول أهلا 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 الشباب داخل في المسلسلات والافلام الشهيره ديالو الشباب اللي جاوا تعرض لشي مصيبه كيقول كلمه واحده أهلاً أهلاً, اهلا اهلا اهلا. فانتم مستمعينا الكرام كيفاش لقيتوا الخبر ظهور اول حاله هذا الفيروس المتطور او المتحور كيف ما كيقولوا الفيروس كورونا؟ وشنو دار في بالكم يعني اي فوا كتسمع دابا انا اي فوا سمعت الخبر جا في بالي السدان وما قادينش اخويا علاش خصوصا انه عنده طابع التفشي السريع يعني يعني ما عندوش ذاك الخطوره كما قالوا الخبراء. احنا متفائلين والله الا متفائلين مستمعينا الكرام، ولكن ما يقولوناش شنو دار في المخ ديالكم وانتم كتلقاو الخبر. اذا ظهور اول حاله لفيروس كورونا المتطور المتحور في بلادنا، كيفاش تلقيتوا الخبر وشنو ضاق في الدماغ ديالكم كيف ما كنقولوا؟ هادشي اللي غتبارطاجيوه معنا من خلال التواصل او من خلال مره اخرى نذكروا انكم تدخلوا لاباج ديالنا ميد راديو اوفيسيال غتلقاو واحد لوليان كليكيو عليه وغتلقاو راسكم في لاشين ديالنا لاشين ميد راديو في اليوتيوب وتبعوا معنا الموضوع وكتبوا لنا التعاليق ديالكم ونقراوها للمستمع الكرام. اذا اتصلوا بنا دابا مستمعينا الكرام على ارقامنا الهاتفيه 0522 46 72 51 او 52 او 0522 88 00 61 او 62. ماما صيفطت لي دابا واه كورونا جديد بيبا ماما اهلا لامين سولي اشنو دار فاش سمعت الخبر اشنو دار لها في راسها ماما حبيبي شنو كيجي في بالك دابا اين فوا كتسمع الخبر شنو جا في بالك؟ كيف ما بارطاجيت معكم انا قلت اوه ما تقولش عاوتاني غنضربوا الدوره عاوتاني غنعاودوا العام كامل غنعاودوا العام كامل عاوتاني اللي عشنا حسبني هو فين بان؟ بان في انجلترا شنو عملت انجلترا؟ سدات ودول العالم سدات على انجلترا. دابا سمعت انه اكثر من 50 دوله سدات دابا المشكله انه اول حاله كيف ما قلنا واحد السيد جاي من 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 ايرلندا ايرلندا في لو بور ديال طنجة ودابا كيتعالج المشكله مع مخالطين دونك غيديروا التيست المخالطين اللي معاه باش يشوفوا واش ما كانش على الاعراض ما كانش على الاعراض ما كانش بينا كاع عليه الاعراض وغيشوفوا واش المخالطين ديالو واش فيهم شي حاجه اولا لا. فالله يحفظك اذا كيفاش تلقيتوا الخبر مستمعينا؟ مرحبا بكم اتصلوا بنا ومعنا منصف من المانيا. منصف صباح الخير. منصف صباح الخير منصف. خير صباحكم بروك. صباح النور اخي منصف. احوال طيبه انتم مزيانين؟ الحمد لله انت سيدي منصف حياك الله ومرحبا بحبابنا في المانيا. الله يبارك فيك اخويا الحمد لله كنستعكم مره كيعجبني البرنامج ديالكم واليوم شط الطريق ان شاء الله من شوتغارت غادي لفرانكفورت وسمعت هذا البرنامج واحد النقطه ديال داك الميوتاسيون الجديده ديال كورونا بالضبط. نقول لكم شي شويه حتى انا على شنو كيقولوا هنا الفيرولوج. انا ماشي فيرولوج ولكن شنو كيقولوا الفيرولوج هنايا في الالمان. يلا قول لنا خاي منصف. هي هاد سميتو هاد الميوتاسيون الجديده ديال كورونا ماشي
خطورة ماشي أكثر خطورة من الكورونا اللي كنعرفوها حنا. وي صح، هادشي اللي أكدوا كل الخبراء وكل المهتمين، وهذه المعلومة اللي عطينا بأنه ما عندوش ديك الخطورة اللي عند السلالة الأولى اللي هي كورونا ولا كوفيد 19. نعم أي بالضبط، غير هو أنه هاد الميوتاسيون الجديدة كتنتقل بواحد السرعة. صحيح، يعني داك كورونا اوكي قبل ما يجي اللقاح خصني نزرب باش نبقى ديما انا قابط راسي في السوق. بالضبط، فهمتيني كيفاش؟ نعم صحيح، يعني كتخصني يعني هنايا كيقولوا مثلا لي فيغولوك، انا سمعتها في الراديو هنا في الالمان. نعم لي فيغولوك كيقولوا مثلا خصنا نزربوا، خصنا نلقحوا، خصنا باش ما باش قبل ما تطوح هاد كورونا ميوتاسيون جديده هي غادا وهي كتطور. يعني نعم. مادام الواحد مازال ما خدا الفاكسيناسيون ديالو راه ديما كتكون تطورات، يعني كتنتشر بزاف. هنايا مثلا الالمان اليوم غادي يدير واحد الاجتماع المستشاره الالمانيه، يعني غادي يمددوا الحجر الصحي حتى لنص شهر في فيفري. يعني الدراري حيت المشكله اللي كاينه هما ان هذه الميوتاسيون الجديده كتطور دغيا. نعم صحيح، وبالتالي خصنا نلقحوا باش ما يبقاش عندها الفرصه انها تطور راسها. ايوا دونك كاين تخوف انه يقدروا عاوتاني نسدوا عاوتاني ونعيشوا داكشي من الاول، هذا هو التخوف ديالنا منصف. وقتي شنقول لك ضروري حنا هي كلشي مضر فهمتيني. نعم. حتى انا في الالمان كنشوف الناس زعما مساكين اللي عندهم لي ريستوران اللي عندهم مثلا سميتو لي مول كلشي شاد. نعم. ولكن كتشوف الصحه هي الاولى. صحيح، الاولويه للصحه. ولكن ما انا ما نقارنش المانيا مع المغرب، هنا واخا كيسميتو كيجدو كيعطيو مثلا واحد 65% ديال داكشي اللي كيدخلوا ولا شي حاجه، المغرب الله يكون في العون. نعم صحيح، هو اكل واحد زعما المغاربه الا قلتي لهم مونصيف مره اخرى غادي زعما غنسدو غادي الخدمه غادي توقف عاوتاني زعما مشكله صعيبة. قضيه صعيبه. نعم. بزاف. لا ما نكذبش عليك، انا كيبقى فيا الحال حيت كنشوف المغرب غير هي اللي باقي فيا الحال. مثلا كنشوف مثلا كيقولوا اللقاح، مثلا صاحب الجلاله قال لك اللقاح كاين. نعم. ياك الحمد لله مزيان، ولكن كنشوف الوزير ديال الصحه وكذا ما كيقولوش حاجه. الطياره هي جات خاويه، هي جات حمراء، فين هو التلقيح؟ يعني خصو يقولوا الناس يعني يعلموهم شنو كاين، واش جات الطياره، فوقاش غادي تجي الطياره، فوقاش غيبدا الناس باللقاح. زعما ضروري زعما نورمالمون باش يعرف الناس، غير هي اللي كيقولوا مثلا خساره. اسمح لي الا شديتكم بزاف. لا ماشي مشكل، مرحبا. نعم. هي اللي كيقولوا مثلا لي فيغولوك هنا في الالمان. نعم. كيقول لك خصنا ضروري دغيا لو ماكسيموم بوسيبل تري فيت بوسيبل باش نديروا الفاكسيناسيون. التلقيح. الا جات الميوتاسيون. نعم، هذا هو السؤال اللي عندنا احنا كمغاربه كاملين، زعما علاش تعطل اللقاح؟ اعطينا بعض المبررات وبعض المهتمين الخبراء والباحثين واكدوا لنا زعما شنو هي الاسباب، لكن اعتبارات كبيره باش يوصلنا اللقاح ولا ما يوصلناش ولا يتعطل ولا، ولكن مهم مهم الخروج. الوزير الصحه اكد يقول خصو يقول لنا نهار اش غادي يجي، غادي يقول صافي نهار نهار 30 غادي يجي، نهار 31 غنبداو التلقيح، شي حاجه بحال هذايا. حيت كنا كنقول الاسابيع القليله المقبله. نعم. دابا فتنا الاسابيع القليله، حيت مثلا حتى السيد الوزير ما كنلوموش، غير يكون مثلا شفاف مع المغاربه مع الصحافه كل واحد غيتواصلوا غيدويو اصاحبي غير يدويو. اكزاكت، حنا ما كنقولولكش اسيدي دابا جبنا التلقيح، انت ماشي بيدك، انت ماشي هو داك سميتو اللابوغاتوار اللي كتقول. صحيح بالضبط، بصح غواكبوا معنا المعطيات، فين وصلتوا، شنو الجديد، علاش تعطلتوا، كيفاش، اشنو واقع، سيروا معنا دقه دقه. اي دابا حتى الشعب المغربي مثلا انا مني وجبت. نعم. دابا نسمع هذا الخبر يعني راه داك التلقيح فيه الشك، عندك هكذا، واخا راه ما كاينش داك الشيء. نعم، وحنا كنا وجبت واخا كنت في المغرب وجا التلقيح اللقاح، راه ما كاينش ديك القضيه ديال لا واه كذا فيه الشينوا وكذا. لا 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 لا، خصنا غير يكون اخي منصف نمشيو نتلقحوا حنا الاولانيين، الا كان عندنا هذا الشرف هذا ويعطيونا نتلقحوا حنا الاولانيين. ما بقاش دابا حتى هذا هو الجدال والنقاش في المغرب، واش غيتلقح الواحد ولا ما يتلقحش، ربما كان في البدايه. شفتي مساله مهمه جدا، هو انه كما انت تبعتي والاعلام شنو كيقول الاعلام الالماني، كيقول لك باش منعوا التطور ديالو دابا هو انه خص التلقيح، خصو يبدا التلقيح. حنايا كنا كنتمناو على انه تبدا عمليه التلقيح بلادنا، وهو باقي ما وصلناش لهذا الفيروس المتطور او المتحور ما جاي من انجلترا. دابا وصلنا وما كاينش خبر على التلقيح. ها حنا باقي هو بس. نعم. هو خصو هو هذا المتحور اخي محمد كانه حس بانه غادي يجي واحد اللقاح يطاكيه، قال لك راه نهجم انايا قبل ما نهجم قبل ما يكون. نعم. اللقاح، وبالتالي الاولويه والاسبقيه، ماشي الاسبقيه زعما بالضروره، غير يقولوا لنا اللقاح فين هو اللقاح، شنو غنعملوا مع اللقاح هذا، يمكن هذا السؤال غادي يبقى مطروح الى ان
ان تكون اول عمليه تلقيح هنايا في المغرب. شكرا منصف، تحيه الناس فرانكفورت وتحيه نحبابنا في المانيا. كاين تعليقات في اليوتيوب ديال ميند راديو اوفيسيال مستمعينا الكرام. من بين التعليقات نايمه كتقول انا شفت هذا الخبر في الصباح وانا نخرج من الموقع، يعني شفت غير العنوان وما كملتش باش تعرف تفاصيل الخبر. سمية كتقول اول ما تبادر في الدين ديالي القيد حرية. عبد الله شاقور كيقول الله يلطف بينا الفرج قريب ان شاء الله، طبعا هذا هو الامل. يحيى كيقول دائما 2020 برو ماكس، يعني التكرار غادي يتعاود لا قدر الله. كورونا القديمه كانت كتعادي 10 الناس، مع هاد الجديده كتعادي 17 تاع الناس. لا قلنا قبيله انه نسبه العدوى مقارنة بكورونا أكثر وكتوصل 70%، وكذلك كتقيس الأطفال. نعم الأطفال أقل من 18 سنة، والدليل هو أنه حتى تعملت واحد العملية تلقى هيك في تمارة ذاك التمارة تمارة الصغيرات الثانويات والاعداديات. هذه العمليه باش تشوفوا لانه الاطفال والتلاميذ يعني واقل من 18 سنه الشباب. هذا الصفوف الشباب هو اللي كتفشى فيهم هذا الفيروس المتطور، الجينات ديالو حفظنا وحفظكم جميعا. سعد كتب لنا واش وصلات السلاله الجديده؟ وصلات اخي سعد. سعد كتبت لنا ما بغينا سدان مع طلعوا ديك المواقع عن طنجه عملوا الحوار معاه ما عاد لا. شكون هو؟ والله الا ومني بانت حد كاين بعض المواقع كيبغيو يكونوا سباقين. لا محال صافي دابا ما خصو يطلع من عنده يقول له باش حسيت. سعاد قالت لك ما بغينا سدان بحال ولينا نرجعوا لحياتنا العاديه. وكاين اللي كتب صباح الخير كي دايرين، انا هذه 7 شهور من الحجر الصحي. لا هذه ارى 7 شهور من الحجر الصحي تروحوا في الافق. جابت لينا خوتنا واش هذه ما عندها شغل عندها نفس. الله ما سهام بن طالب كتقول صباح الخير، انا خايفه على ولادي في المدرسه خصوصا الوليدات اللي عندهم المناعه قليله او الامراض. التعليم عن بعد والو، والله ما كاين والو من غير كيشارجيو على الوليدات خصوصا في التعليم الخصوصي. الله يرحمنا من عنده. امين يا رب العالمين. ونذكروا بانه انجلترا والقرارات اللي عملتها من بعد ظهور هذا الطفره الفيروس الجديد سدوا المدارس. يحيى كتب لنا دابا غيوليو يعطيونا احصائيات. لا يحيى لا قال لنا دابا غيوليو يعطيونا احصائيات ديال كورونا واختها وياه هشام زادوك الخدمه حقا الخدمه انا دابا كيفاش غتولي الدوي على القديمه ونسولوك واش عطينا الارقام الجديده. هذا سؤال مهم هو انه مديريه الامراض والاوبئه في وزاره الصحه واش غتبقى دابا من يعطينا داك المعطيات 24 ساعه واش غتقول لك هادو جداد والله الا هو القدام هذه كورونا القديمه اللي ولافناها هانيه وهذه الجديده باقا طريه باقا هجمه عينو بك هشام. باهجه بيسكس بات لينا هاد كورونا بحال مسلسلات تركيه اكثر من 1000 حلقه. حسنا كتبت لينا انا خلف ما نقراوش اي زعما خيمه ما نقراوش حي شوفوا كان غناخذوا سائر سنه مسكينه بقاو فينا الامهات وحق الله. قالك انا رافده الهم ديك الدراسه عن بعد مع الدراري لا تصبينا يا رب مساكن عاود يرجعون المدرسه امهات مساكن تقهروا فريمون تقهروا راك تطلع عليها خي محمد. راه علاش قلت لك انا اول حاجه ما جات في بالي هو السدان. لا يتصور المعاناه اللي ممكن تكون قد كتقري ولادك في وسط المدرسه. حتى هنايا عاود واشوف المشكل الاباء والاولياء عاوتاني غنبداو نتصاتحوا هشام في التليفون. نبقاو نتصاتحوا في التليفون. الله يحفظ ان شاء الله. غير عملونا شي استوديو في الدار وعاود فين تسجلت اول حاله كتسولنا حسنا مليح قلنا لها راه تسجلت في طنجه في ميناء طنجه واحد السيد داخل من ايرلندا. ناخذ اتصال اخر لما ولكن بعد الفاصل. صباح الخير عليكم نهارنا منور بيكم معلم يا هشام كل شي بين يديكم. صباح الخير عليكم نهارنا منور بيكم معلم يا هشام كل شي بين يديكم. ارى اخبار المشاهير الكبير أرى أخبار المشاهير الكبير فيهم والصغير ما ننسوش هادوك عشاقين الفيسبوك ما ننسوش هادوك عشاقين الفيسبوك.
صباح الخير عليكم، نهارنا منور بيكم، معالم يا أوفي شب كل شي بين يديكم. صباح الخير عليكم، نهارنا منور بيكم، معالم يا أوفي شب كل شي بين يديكم. بسبرش النيطاري سبسي وسيمو العطاري، صباح الخير ورباح هادي قهوة الصباح، صباح الخير ورباح هادي قهوة الصباح. صباح الخير عليكم، نهارنا منور بيكم، معالم يا أوهيشة كل شي بين يديكم. هادي هي إذاعتنا الغاليه العزيز عليكم قريبة منكم، هادي هي إذاعتنا الغاليه العزيز عليكم قريبة منكم. صباح الخير عليكم، نهارنا منور بيكم، معالم يا أوهيشم كل شي بين يديكم. صباح الخير عليكم. 47 دقيقة ناخذ اتصال آخر على 100. بعد حنان كتبت لنا المهم إلا كان التعليم عن بعد يا ريت يشدوا الزوج في الخدمة وقت القراية، ولا راه غادي يعمروا المحاكم. لا مشكلة. لا راه ما كاين والو مستمعين الكرام. حنا غير شنو حنا قلنا لكم اشنو دار في راسكم، وهادشي اللي كيدور في راسهم مستمعين بيا. حنا ماشي كنقول لهم كاين حجر اخر، ماشي رغم ذلك كنا نقولوا بانهم كنا متوقعين اي حاجه. عطينا النموذج الانجليزي ولا البريطاني، بريطانيا ملي دارت اول حاله راه شنو الاجراءات اللي دارت المدارس تعود. اول حاجه بداو بسدو المدارس. حنا كنقول مشكل عائشه من المانيا كتبت لنا هذا الفيروس خصو الماسك، الماسك ديال التوب غير كافي، خصو داك الماسك الجديد يعني FFP2 طبي. ايه هادشي اللي قالتيه في المانيا، الله يعلم حنا باقي ما عرفنا. يعني هذوك الماسكات اللي كيستعمل صابر هما اللي خصنا نوليو نستعملو. اللي كيستعملو صابر. دابا نعطيك شويه. قال لك دابا يعطيك شويه، عطا شي تسجيل من تما. لا هادشي اللي تكلمت عليه كيستعملو غير صابر. حنا حتى المعقم اللي كيستعملو صابر مختلف على المعقمات اللي كنستعملوها حنايا كاملين. ماشي مشكل. وناخذو عبد الله من عنده السير كوموند. عبد الله من رشيد، صباح النور عبد الله. صباح الخير اختي لميا. صباح النور سيدي، مرحبا. صباح الانوار، صباح الخير، احلى ثلاثي في العالم. لا لا يخطيك الساعه عبد الله، صباحك مبروك اخي، مرحبا بك. مدينه الرشيديه، وتحيه كبيره للطاقم التقني ديال اذاعه ميد راديو ديال قهوه الصباح. مرحبا، مرحبا. شكرا، شكرا. مرحبا بالناس الرشيديه، مرحبا بك. هو اول ما شفت الخبر البارح في الفيس صراحه تصدمت بزاف. نعم صراحه تصدمت، وبقيت واقف بلاصتي واحد 5 دقائق لمده 5 دقائق من بعد صافي صدقت. داكشي اللي وقع لنا كامل. شنو التوقعات ديالك؟ شنو التوقعات ديالك؟ شنو دار في الدماغ؟ التوقعات ديالي يعني ولفنا عادي، يعني دوزنا 4 شهور ديال الحجر الصحي صافي، يعني راه ما بقاش الانسان يعاود، يعني داكشي ولا عادي عندنا. ولا كانوا غيعاودوا يسدوا اخويا، يعطيونا سيمانه نمشيو فيها الحمام ونوجدوا عاوتاني. والله مكره انا ودي اخويا العطاري صراحه. تحب حموه ديك الساعه بغاو ياخذوا شي قرار ياخذوا. الله يستر، الله يستر. لا يجي شي قرار يا ربي ما يجيش. من الواقع، لان هذاك واقع يعني في الاول هذيك فاش يلا ظهرت السلاله الاولى فاش دخلت اول حاله للمغرب ديال فيروس كورونا، يعني صراحه في الاول تصدمنا، ولكن دابا ولفنا صافي داك الشيء عادي صافي. نعم ولفنا صحيح، ولكن مع عاود ظهور العائله ديال الفيروس هذا شي كيخلينا عاود شنو هي الطريقه اللي غادي نتعاملوا معاه، خصوصا انه دابا هو باقي الخبراء والمتتبعين باقي ما اكدوش على الخطوره ديالو، مدى الخطوره ديالو باستثناء انه كيتفشى بسرعه، انه عنده سرعه التفشي صافي. وكاين بزاف ديال التعليقات كيقولوا لا نريد حجر صحي جديد. اي والله صافي بزاف كيقولوا ما باغيينش الحجر الصحي الجديد. شكرا لمحمد مراشي. عبد الله يا عبد الله، عبد الله ولا محمد مراشي؟ عبد الله، عبد الله، سيدي عبد الله. شكرا مصطفى الفرغوسي كتب لنا في سويسرا سدوا كل شيء. طبعا سويسرا الحدود مع المانيا. اي قال لك سويسرا سدوا كل شيء. ومهم مهمه زعما. قالت لك واحد المستمعه كتبت واحد الكومونتير ومشى لي للاسف، قالت لي كتبت لينا رشيده كتبت لينا صباح النور والحمام. والحمام والله لا ما كل مشكلته. كتب لينا ايضا
نسرين ام نسرين كتبت لنا يحفظ وصافي غير الا كان الحجر تحكم علينا بالموت وصافي يا ربي تلطف بينا امين يا رب يا ربي هادشي اللي كنتمناو. فناخذوا اتصال اخر معنا شيماء من دار بيضاء. شيماء صباح انا مشى لي الصوت لحقتو معايا مشى لي الصوت بالخلعه صباح الخير شيماء مرحبا بك معنا مرحبا صباح الخير لمياء صباح لاباس عليك صباح الخير الحمد لله مرحبا صباح النور شيماء مرحبا بك نعم كل شيء مزيان بخير الحمد لله دير شيماء كيفاش تلقيتي انت الخبر ظهور اول حالات هذه السلاله الجديده من كورونا لاول مره في المغرب بحال لمياء زدت التليفون قلت غنشيكي اخر تشيك قبل ما الناس نعم ندمتي قلتي كنا ما زدتش التليفون والله العظيم لقيت لافوتو في الواتساب سكرين واش هذا الشيء قلت بلاتي ما كاين ما حتى الرمضاني اللي غادي يقول لي اشنو كاين دخلت عند رمضاني لقيتيه وادك صحيح نعم ويلي شنو غنديروا دابا عرفتي السيناريو كامل من شهر 3 ديال 2020 رجع لي حتى اليومين هذا جيت دابا في الطريق وكنقول اشنو عاوتاني الحجر لا ما يمكنش لا ما يمكنش غنديروا ما يمكنش انا جابني فريمون انا فكروني غير في 2 مارس والله العظيم 18 يناير 2021 داك الخبر هذاك فكرني في الخبر د 2 مارس 2020 اه صح بحال بحال زعما راه واحد قلت لك السيناريو ديال كامل تعاود لي لا غير صدوا حيت ما بداو كيصدوا بشويه بشويه اما المدارس اما الحمامات اما العراسات على ديك الحمامات داك صراحه كنت بغيت نشارك معكم في سيدي الحمامات حيت فريمون الصباح جايه لقيت بان لي واحد الطوبيس ماشي عامر اللي بارك كثر من اللي واقف واللي واقف كثر من اللي بارك والناس واقفين برا ومبلوكين الطريق علاش هذاك الطوبيس بحال هكا كل حمامات ماشي صراحه سؤال هذاك راه قلت انا ما غاديش ننتقل فيه غير كورونا راه غادي ننتقل فيه الا كان واحد فيه السل راه غيمردهم كاملين راه تلمو راه مبلوكي عرفتي شنو هي مبلوكي داك الطوبيس راه بزاف والقهاوي مبلوكيين والحدائق مبلوكيين ونهار الحد مبلوكي السويقات اللي فيه المشكل حنا الحمام كيبرك واحد فوق واحد باغ كونطخ الحمام راه كيكون فيه تواسع كثر من الطوبيس بزاف وكيكون لاسباس كبير طبعا ونعطوهم فرصه يفتحوا الحمامات راه باين كل ساعه يدخلوا 10 ويسالي ساعته ويخرج يعطي 10 الاخرين وداك الشيء بالمواعيد جي مع 9 جي مع 11 خذ المواعيد ديالك هما باغيين يديروا الحجر وما قادينش عليه واش انت باغي دير تباعد في الطوبيس وعندك جوج طوبيسات كيبقاو يدوروا ما يمكنش صحيح بنادم ما غيمشيش لخدمته وباقي هذوك الطوبيسات مكتوب فيهم حافلات مؤقته هذه 14 هما مؤقته ما هذيك مؤقته دائمه هذيك بوحدها حتى هي هذيك خليها دائمه ما نعرفاش نعم خاطر العمده نعم شكرا شيماء اللي خطيك شيماء شكرا لكم كنبغيكم بزاف احنا كنبغيوكم بزاف شكرا الله يكبر بك اللي خطيك شكرا تبارك الله تعليق اخر بريطانيا بحال اللي قالك عاودنا من الزيرو صحيح بحال اللي عاودوا من الزيرو بريطانيا راه عاوتاني ديغنيغمون السيمانه اللي فاتت شنو داروا ليهم سيمانه ولا جوج سيمانات ما عندهمش الحق يخرجوا اصلا زعما يسدوا عليهم ماشي يسدوا الحدود يسدوا عليهم ما يخرجوش فابو صفوان كتب لينا ياك ماشي خاطر بحال كورونا وعلاش خايفين ماشي بحال راه بحال كورونا هو الاختلاف ديالو مع كورونا اللي حنايا عرفناها وعشنا مع هذا العام اللي فات وانه كيتفشى في ساعين كيعادي في ساعة هذا هو المشكل يعني غادي خصنا ما نخصناش ماشي هاد المره ماشي متر جوج المتر بيناتنا وسلام نساوه بزاف د الحوايج كتعرف شنو كيعادي في ساعة كيعادي في ساعة هو انه شحال من واحد مثلا كورونا صدف شي واحد مثلا مصاب واحد مصاب وخالط واحد 5 د الناس مثلا لقاو مثلا 3 فيهم كورونا وجوج ما فيهمش كورونا فهمتي كيفاش منظر ولا جوج ما فيهمش رغم انهم كلاو نفس الماكله وتلاقاو وجلسوا ويمكن كاملين ما كانوش عاملين الكمامه وكذا ولا لا دابا في هذا المتحور الا بغينا نقولوا 5 ضربه ب 5 5 بكم فهمتي كيفاش لانه ضرب ما عندوش المزاح اللي تفشى دا غير بسرعه واعره هي دق بطل ضربه بطل بخمسه بيكم صافي لان كيتفشى بسرعه ما عندوش غيجي قدامك هذاك السلاله غيكونوا مجمعين وغادي ديك السلاله الجديده وكتشوفهم اي 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 والله الفيشطه مالف كنزقل لا راه جمع سيليكسيون تو دابا انت بارطاجي انت وزهرك شنو اللي يجي فيك اخي محمد واش السلاله القديمه ولا ما السلاله الجديده حفظ الله الوطن حفظ الله الجميع امين يا رب حفظ الله العالم امين يا رب العالمين ناخذ اخر اتصال ولا لا سي بون ما بقاوش اتصالات كاين اتصالات ولكن ما نقدروش ناخذ اتصالات اكثر للاسف لانه ما بقاش الوقت لانه 8:56 فالله يحفظ بلادنا والله يحفظنا من
الوباء ومن الامراض ويا ربي هاد الكابوس يتسالى ومع اللقاح ان شاء الله نتهنوا من كورونا جديده والقديمه وكاع الفيروسات. امين. صحيح نذكروا بمستمعينا الكرام انه الطفره الاولى اللي ظهرت هذا الفيروس ظهرت عند واحد المريض كان كيعاني من ضعف جهاز المناعه في انجلترا غير قادر على التغلب على الفيروس وبدل من داك الشيء اصبح الجسم ديالو واحد الارض خصبه لتحور الفيروس وفقا لواحد التقرير واحد السيد مسمي جيمس غالاغر هذا في البي بي سي. طبعا تعليق اخر قال لك حتى في بلجيكا هو انتشر وغيبداو يسدوا في المدارس بلجيكا وصح نعم حيت علاش دابا المدارس هي الاولانيه غتسد ينتشر بسرعة في صفوف الأطفال أيضا. أيضا أولا بما أنه عنده طبع التفشي والمدارس فيها تجمعات بزاف لأنه لحد الآن دابا يمكن أكبر تجمعات اللي كتكون عندنا دابا في المغرب هي اللي كتكون في المدارس. الوليدات الصغار ما تفهموش بزاف عاوتاني يلعبوا مع بعضياتهم يعنقوا بعضياتهم صعيب أنك يكونوا متفاهمين باش تقنعوا بأنه أنت دابا معرض ولا كذا غنتسناو الأيام شني غادي تقولنا حفظ الله البلد وحفظ الله أهل البلد وحفظ الله الجميع وحفظ الله البشرية. ومرة أخرى نقولوا إذا كان هذا الوباء جاء من عند الله سبحانه وتعالى مرحبا وألف مرحبا لا رد لقضاء الله من كان من عبده والله لا سمحنا له إلى يوم الدين. هذا هو اللي كاين. أقول قولي هذا واستغفر الله وهكذا وقيلا نختموا هذا العدد من لقاكم الصباح قهوة الصباح اللي كان مباشرة الإذاعة القريبة منكم إذاعة ميد راديو. شكرا لكم مستمعين على وفائكم على المشاركات ديالكم. كنشكروا صابر فوندا في الإخراج وكنشكروا أيضا هشام أبو زرور في الإشراف على المباشر. يمكن لكم دوغين أفو أنكم تتبعونا في لاشين ميد راديو أوفيسيال في اليوتيوب. شكرا على وفائكم. تلقوا معكم غدا دائما مساء السعود. حفظ الله العالم حفظ الله المغرب.